هذا المشروع قدمه أنا وزوجتي مع صديق عنهم بالجامعة، والحمد لله أخذ الدرجة الأولى بالجامعة، وأيضا اشتركنا بمسابقة الجاب وأخذ الدرجة الأولى من ضمن 1300 مشروع. انا عبد الزار حر سعيد، بدرس هندسه معلوماتيه بجامعه حران. الحمد لله هسه سنه تخرج، اشتغلت مشروع تخرج عن بيحكي عن مكافحه حرائق الغابات باستخدام الذكاء الاصطناعي. اشتغلته انا وزوجتي وصديقنا محمد، والحمد لله كان المشروع الاول على الجامعه. المشروع بشكل اساسي بينقسم على 3 اقسام، القسم الاهم والاكبر هو قسم الذكاء الاصطناعي، هو اشتغلته زوجتي. بالنسبه لقسم الذكاء الاصطناعي كان هو مسؤوليتي بالمشروع. قسم الذكاء الاصطناعي عنا منقسم لاثنين، الاول بحلل الصور والفيديوهات اللي عم تصل عنا على السيستم مشان يكتشف هل في نار فيها او لا. الجزء الثاني هو عباره عن خريطه تفاعليه، عن طريقها ممكن مدير النظام يراقب التحركات، التقارير القادمه او حركه النيران بشكل مستمر. هذا المشروع قدمه انا وزوجتي مع صديق عنهم بالجامعه، والحمد لله اخذ الدرجه الاولى بالجامعه، وايضا اشتركنا بمسابقه الجاب واخذ الدرجه الاولى من ضمن 1300 مشروع. بالإضافة لشيء نعمل عليه حالياً اللي هو تنبؤ بحركة النيران اللي ممكن عن طريق الرياح. هو بيحكي عن اكتشاف النيران والدخان بشكل تلقائي عبر شبكات العصبونية، وفي نظام تاني أيضاً نظام فرعي منه أيضاً عبر الذكاء الاصطناعي بيحدد احتمالية وجود حريق بقلب المواد اللي عم تجي مشان يتفادى التقارير الكاذبة. قسم الذكاء الاصطناعي هو كمان كتير مهم بالنسبة لنا بالنسبة للمشروع، بيحكي هل هاي الروبوتات أو الإبلاغات اللي جاية على السيستم هل هي صحيحة أو مزيفة أو مثلاً من السنة الماضية؟ وكان هدفه الأساسي بيخلي العالم تبلغ عن حرائق وبينبه إذا صار في حريق قريب منه، حتى تتخذ احتياطات ما يصير مثل العام الماضي خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات. بالإضافة لنظام ذكاء صناعي آخر قادر على تحديد الصور الملتقطة من قبل وفرزها على أنه هاي الصور مزورة. ونحن الحمد لله أخذنا هاي السنة شهادتين تفوق من قسم هندسة المعلوماتية، وهذا المشروع متوقع إذا تطبق على أرض الواقع بده شوية شوية شغل لسه زيادة، لكن متوقع إذا تطبق إنه حيعطي نتائج جيدة وحيؤدي الفائدة الموجوة منه. إحنا شفنا العام الماضي حرائق الغابات في تركيا كان نتائج كارثية على الأرواح والممتلكات. انطلاقا من هاي النقطة إحنا فكرنا شو ممكن نقدم مساعدة حقيقية لهذا الأمر، فدرسنا وقرينا مقالات وقمنا بدراسة بحثية وصلنا إنه ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي لحتى نكافح هذا الأمر ونساعد بحله. أحب أشكر جامعة حران وجميع الأساتذة والمدرسين بجامعة حران على الدعم اللي قدموا لنا إياه لحتى وصل المشروع لهي الدرجة، وأيضا أشكر فريق الجاب أتاح لنا فرصة إنه نشارك بهذا المشروع. مسابقة الجاب تشمل 9 ولايات، شارك فيها هذا العام 1300 مشروع، والحمد لله كنا إحنا المشروع الأول.